قلت لي هذا وعدا من سعد الدين كوبك؟ لم تفي بالوعد الذي قطعته، فهذا ليس اتفاقنا حضرة الأمير. أرطغرل قد كتب رسالة إلى السلطان وجعله يصدر هذا الأمر، ولو لم يأتي القاضي لسار كل شيء على ما يرام. مجرد راع داس رأس أمير قوي في الدولة، أليس كذلك؟ سوف نرى من سيدوس من عندما يأتي الوقت المناسب. لو كنت أستطيع أن أدفع كفارة أخي لما كنت سأتردد أبدا، وسأضع عنقي تحت سيفه، لأن الموت أفضل لي من هذا العذاب. سيف العدالة حاد جدا يا سيد عليار، ويمكن له أن يقطع يد حامله، ولكن الدم المتدفق سوف يوصلنا إلى طريق الحق. سيد أرطغرل، أخبرهم أن يحضروا أوران، سننهي هذه المسألة. حضرة القاضي، مهما كان القرار المتخذ عادلاً ومنصفاً للجميع، فإن تنفيذه بهذه السرعة ومن دون أي تروي هو خطأ كبير. السيد جاندار استعاد وعيه حديثاً، أي أن الأب وابنه يواجهان الموت الآن، فاسمح لهما بأن يودعا بعضهما. من أصول العدالة ألا نتأخر في تحقيقها. سلطاننا أمر بحل المسألة بسرعة إن ثبت لنا أن هذه الاتهامات صحيحة. سيد أرطغرل، فلننفذ الحكم. تورغوت. نعم سيدي. اذهبوا وأحضروا المحكوم. بأمرك سيدي. أما القصاص لدم تيكفور سيتولاه فاسيليوس، والقصاص لدم محاربيك على عاتقك. سوف تفعل ما يجب. نحن لن ندعهم أورا، لا راحة لنا أبداً إن لم نجفف نسل اللئيم المدعو أرطغرل يا ولدي. وطالما ما زال صدري يتنفس فهم لن يروا الطمأنينة، سوف يذوقون شتى أنواع العذاب، فلا تقلق، سأجعله هو وعائلته وقبيلته يتجرعون كأس الألم. سأنتقم. يا إلهي، سامحني لحقك أبي. لقد حان الوقت، سوف نأخذ المحكوم. لا أوران، لن أدعكم تأخذونه. إنه أمر من حضرة القاضي. شولبان، يجب عليك أن تقفي شامخة، أنا سيد يوم زفافه،
أنت ستكونين عروسي. لا تأخذي فرحتي مني. بني، لن أتركك. لا يا أبي، لا تأتي معي، لا أريدك أن تراني. لا، لن أتركك وحدك. ابقي مع أبي أختي ولا تفارقي. أبي، أتركه يا أبي، أنا لن أتخلى يوماً عن الانتقام كي لا يذهب دمك هباءً. تورغوت ألب، هيا خذني الآن إلى السيد الذي جعلك كلباً له. هيا تحرك. أخي، سامحوني بحقكم. ولدي. أبي، ولدي. أوران، أبي. أخي، لم أكن أظن أنك أحمق لدرجة أن تصدق فتنة أرطغرل، لكنني توهمت. ونيتك واضحة بالنسبة لي، فقد وضعت عينك على السيادة وقمت باستغلال أرطغرل لهذا، وأرطغرل استغلك أيضا. البائع راض والمشتري راض، ولكن ما أردتماه لن يحدث. سأحول هذه الأرض إلى نهر دم، وهذا النهر سوف يغرقكم جميعا. أتيت إلى هنا كي أودعك يا أخي، كيف لك أن تتحدث عن الدماء رغم أنك ستموت الآن؟ إن حربي معكم لم تنتهي بعد عليار، ولدي سيأخذ انتقامي منكم، وحتى إن لم تموت على يدي أنا فستموت على يدي ولدي. ولدك لن يكون مثلك يا أخي، أنا لن أسمح بذلك. إياك أن تقترب من ولدي عليار. أبي، لا أريد لعليار أن يرى ولدي. لن أسامحك إن رآه، لن أسامحك أبي، سيكون ولدي مصيبتك عليار. لن يسامحك، سوف ينتقم لأبيه، سيكون بلاء على رأسك. لا تسمح له أن يقترب منه أبي.